كيدايرين لاباس عليكم بخير كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي كنتمنى تكونوا في تمام العافيه وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اللي اول مره يشوفوا القناه ديالنا ويتعرف على القناه ويشوف الفيديو ما تنساوش لايك 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 وسبسكرايب باش العائله ديالنا تكبر الفيديو اليوم جيتكم فيديو جديد عباره عن مفاجاه وغنبارطاجي معكم في واحد الوصفه اللي كنت حطيتها لكم في الانستغرام وطلبتوني على الوصفه فقلت علاش اللي ما نصورش فيديو ونحطو لكم انا ديجا صورت ساليت كل شيء ودابا جيت غير باش ندير تقديم وباش نبارطاجي معكم شنو هو هذا الفيديو المهم بالنسبه لليوم كيف ما كتعرفوا 14 فبراير فاش كيفكركم 14 فبراير بطبيعه الحال اليوم عيد الحب وخاص يكون ايامنا ديما اعياد حب بطبيعه الحال فقط هذه مناسبه كتجي مناسبه صغيره اللي كتسمى فيها باس نفرحوا بعضياتنا ان سواء كانت زوجه زوج ام اب اخوه اصدقاء اي شخص كتبغيه فعبر ليه على الحب ديالك واخا انك خاصك تعبر ليه على الحب ديالك يوميا بطبيعه الحال حنا ما غاديش نتسناو واحد النهار في العام وانما شي مره الوقت كتدينا وكنبقاو نقولوا اليوم غدا المره الجايه هذه وكتجي شي مناسبه بحال هكا فعلاش لا اللي ما نستغلوهاش وشنو سميتو بالنسبه لي انا هذه المناسبه كيعجبوني كاين اللي كيقول تخربيق كاين اللي كيقول حرام ما عمر الحب ما كان حرام واش كتلقى واحد الشخص العام كامل وهو داير علاقه ماشي شرعيه مع واحد يعني دايرين علاقه ماشي شرعيه ويجي حتى نهار عيد الحب ويقول لك حرام حق حرام حق حرام ما كنبغي انا نفهم وما كنفهمش فالحب مع عمره ما كان حرام الا كنتي كان حب اللي صادق ونقي وفي الحلال سواء كان الازواج سواء كان العائله الاصدقاء فقد ما قدرتي تفرح الشخص الاخر فرحوا 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 انا يلا وصلت وفرحتي كنجري كنجري حطيت كوتي فوق الطبله دابا غنشعل الشمع حيت ما بقى والو والو يوصل والو غنمشي نحمش الشمع بسرعه شعلوا يا شعل شعل خصني نيت عام باش نشعل هاد الشمع تاني خبز الماء ما عندك فيني وين نريشة حبك انت ماني سنجي نجي نعاونك باش تعاوني ما عرفتش كتشعلي ما عرفتش كتشعلي شوفوا الخوت جا وحق عليا وحسني ومازال ما كملت المهمه شي مشكل خليوه يدخل يشوف يلا هاجي واش ندخل يلا ادخل غمض عينيك غمض عينيك غمض عينيك نمشي نضيع اصبر انا غادي نوريك احبس وقف وقف انا واخا يلا حل عينيك يا سلام دغيا وجدتي كي جاتك المفاجأة واو والله برافو عليك دخل شوفو ما كملتش الشمع شوفو ها لحق عليا قبل ما نكمل اي لوف يو لا الصراحة هو عادت ان شاء الله يا حبيبي
كامل مصدوم يونس مصدوم. شنو هذا النهار؟ النهار 14 فيفري هابي فالونتي. شكرا على حبيبتي. هذا الشيء درتي على ودي؟ على قبل ما درتو، على قبل ايه؟ مالس يا حب. تانا راه ما نسيتكش. تانا راه ما نسيتكش. شنو جبتي؟ واش كاين ما جا نسيتو؟ ما نسيتيني. ما نسيتكش، المهم تفكرت. نسيتيني. قالت ما نسيتكش، شنو جبتي نسيتو؟ ملي كتصورها بالكاميرا. عاد شتا. لا حبيبتي ما نسيتكش. تانا ما غاديش نقولك شنو شريت لك. دابا نجيبها غدا نجيبها ان شاء الله. ميرسي. وسخبت هاد النهار. نعاود كنكمل القلب. كمل الشمع باش نصور واحد اللقطة. واخا تحرقات المفاجأة كمل اللقطة. لا ما تحرقاتش بصراحة عجبتني والله. وكنتي متوقع مفاجأة؟ والله ما كنت متوقع كاع. الصباح لقيتك شادة فيا في الكومنتير فيسبوك. لا شد انك تحرقيتي نص الصباح بكري وقديت هادشي وقلت لك حقا راه داني النعاس ومشي عليا الحال باش ما تشكش نهائيا. داك الشيء علاش قلتي لي هكا؟ لا برافو عليك. شوفوا شنو لقيت اشواق موج داري ما كنتش متوقع منه. دات لي مفاجاه ديال 14 فيفري كاتبه لي اي لاف يو. وقليب كيف جاتكم مفاجأة يونس؟ صراحة مفاجأة زوينة بزاف ما كنتش توقعتها منك. حيت كنتي شادة لي في الكومنتير كدا لا واه كدا. لالا شكرا على هاد المفاجأة. عرفت نقدو ياك؟ هاد القريب صراحة تيه زويون جام انت قرب ديالنا انا وياك هاداك. اجي نعاودو اللقطة بلي عاد داخل ونفاجئك وندخلوها. يلا يونس اجي نجي نعاودو اللقطة زعما راك عارف جيتي ملي كملت الشمع واخا خسرات لي مفاجأة ما كملاش. يلا كشدي الكاميرا باش ندخل انا نرجع ندخل. يلا سير دخل اجي وتفاجئ صافي. غمض عينيك. غمض عينيك يونس. 1 2. واو واو يا سلام. انت هادشي على قبلي؟ على قبل الجيران على قبل من؟ ميرسي حبيبي ميرسي حبيبتي بزاف كنشكرك. سيد تلف ولا كيقول لي حبيبي؟ حبيبتي شمن حبيبي. دخل دخل ما تحشمش. كي جاتك الفناجة؟ الفناجة؟ الصراحة عجبتني بزاف بغيت نشكرك. بيناتنا شحال حيت ما كنتش توقعت هاد المفاجأة الزوينة ديريها هادي الصراحة الخوت مفاجأة زوينة بزاف بزاف. يونس تلفولو التعابير تلفولي ما عرفتش ما نقول حيت مع هاد السيدة هادي عشت حوايج زوينة بزاف ومازال كنعيشهم والله يخليها ليا. امين ويخليك ليا يا ربي امين. يعني واحد البنت اللي خلاتني ديما نضحك ونفرح. شنو قلت؟ هو بغي يبدا يصبغ دي وخليني نهضر على حاسس هو كرا باش نهضر. لا عبر انا شنو نخدم باش نبان مزيان. مشاو لي التعابير قدام الكاميرا.
مشاو لي التعابير قدام الكاميرا داكشي ما عرفتش شنو نقول بلي يعني بزاف ديال الهضره ما يتسقال على ودها واخا نبقى نهضر ما نقدرش نوصف لك بشحال انا تنبغيك بزاف سيدات وما جيو تاكلوا معنا شنو جبتي لنا اشوا واش كي بات انا وعطيتهم الوصفه صورت الوصفه ديال لي بات كي كيجيو تايو هاد لي بات لي بات الصراحه زوينين بزاف وجربوها هاد الصلصه هادي حيت منها شويه كتجي واعره مع شيبس عطيتيهم ديك الصلصه ديال الصلصه كتجي واعره مع شيبس كتحمقني عطيني شويه تسقلي بوحدك وعاد الا بغيتي تزيدو شويه كتزيدو عطيني شيبس عطيني غير شيبس حتى بلاتي ناكل ديك الصلصه حتى انا كتحمقني هاد الصلصه كتصرعيها ساعه كتزيدو الا بغيتو مثلا جاتكم ناقصه الصلصه بغيتو تزيدو اللي كاين اللي كيعجبوك كثرها كديروها وكتكثروا كتجي واعره الصراحه انا راه ما صورتش معاكم لحقاش فاش جيت بالزربه باش يلاه زعما نلحق ساعه لحقت عليها صالحك عيا ملي ما كملتش الشمع ولكن بقى الديسكوت يبقى غير الشمع المهم اخوتي غادي هنا نكونوا وصلنا لنهايه هذا الفيديو كنتمنى لكم الفيديو واللي اول مره يشوف القناه ديالنا ما ينساش سبسكرايب ولايك وشي كومونتير زوين باش القناه ديالنا تكبر بزاف حنا محتاجينكم بزاف كيف ما قلت لكم في هذه الحياه قد ما قدرتي انك تسعد الشخص اللي انت كتبغيه فما تمخلش على هذا الشيء وماشي ديما تسنى من الشخص الاخر هو اللي يفرحك الا كنتي قادر انك تفرحه ما فيها بس ماشي ديما مقنقص ونتسنى عندك علاش انا المره حيت انا العام اللي فات صوبت لا خاصني نتسنى هذا العام هو خاصو يفاجئني المفاجأة والفرحة وشي حاجة تدخلها على الشخص الآخر شي حاجة اللي زوينة بزاف وكتنعكس عليك والله العظيم اللي دوزت النهار كله فرحانة وكتسنى فوقاش نجي باش نشوف ردة الفعل ديالو المهم باش ما نطولش عليكم كنبغيكم بزاف وعيد حب سعيد يلا تهلاو لي فراسكم اخوتي ما بغيتش ناكلو قدامكم باش ما نشهيكمش باي باي ما نشهيكمش المهم البنات هذا هو الكادو اللي جاب لي يونس هانتوما شوفوا شرا لي الكادو ونساه وما بغاش يقول لي النهار كامل وانا كنتسنى فوقاش نجي باش نشوف الكادو المهم صراحه عجبتني بزاف زوينه البارفان هي الجوهره بحال شويه واهم حاجه الصراحه هو لو جيست كي كونط المهم هو انها تفكرني واخا نساها لا اشتري سونسيس في الخدمه اليوم جبتها هاي ديال البارفان ديالي هتولي عندي اعز بارفان خضر بالصبعي شوف يلاه نخليكم مره واحده اخرى نودعكم باي باي المهم البنات لي بات ديالنا غنحتاجو نديرو بصله شحال نزيدو شويه ديال الزبده بحال هكا ونخليوها حتى تدبل مزيان عاد نزيدو انا غادي نزيد الكروفيت ولا يمكنكم تزيدو الدجاج حتى هو كيجي رائع معها وغادي نحتاجو انا درت هنايا لي بات كتسلق ليا ما غاديش نخليها حتى تسلق يعني تسلق منيت وانما تبقى شاده شويه راسها باش ديك الساعه نزيد عليها الصلصه ونخليها طيب فيها المهم نخليكم معايا حتى الاخر المهم بعد ما تحمر لينا بصراحه حتى لهذه الدرجه المهم انا كتعجبني تكون محمره عاد باش تزيدوا عليها عاد تسمحوا لي راني غير بيد وحده صافي دابا غادي نزيد عليها خبز كنصور بيد وحده راه ما عرفتش شنو كنصور غير حابه غير ندخل فيها هذه البصيله هذه يمكنكم هاد الصلصه ديروها ما ديروش فيها حتى شي حاجه لا كروفيت لا دجاج ديروها هكاك راه كتجي رائعه غنزيد دابا مرق الدجاج وغنزيد العطريه ما عنديش كيفاش ندير العطريه وانا كنصور فلهذا غنقول لكم شنو غديروا غديروا شويه البزار خلاص درتو غديروا الملحه ديروا زرعه القزبر غديروا خرقوم شويه ديال الخرقوم شويه ديال التحميره وشويه ديال سكينجبير
معلقه ديال الطماطم معجونه متشد الحك معلقه ونص، انا غنزيد نص المهم. ومن بعد كديروا كريمه ديال الطبخ، كديروا كاس نفس الكاس اللي درت فيه ديال الماء ديال نفس الكاس ديال يعني ديال اتاي، غندير جوج ديال الكريمه ديال الطبخ، ومن بعد انا غادي نوريكم النتيجه كي كتجي. المهم هذا هو الشكل ديالها، كتجي كيجينا بحال اللويين، مازال كيزيد يتغلق واحد شويه. المهم غادي نخليها دابا طيب، غنسد عليها وغنخلي واحد 10 دقائق شوفوا الشكل ديالها كيجي كيشهي. يا سلام. بالنسبه بغيت نقول لكم واحد الحاجه، ما ديروش الملحه، انا ما درتش نهائيا الملحه، لحقاش كتكون الكريمه شويه مالحه، كتكون المرق الدجاج حتى هو شويه مالح، فما ديروش فيها الملحه، خصوصا كنتو دايرين في لي بات ما ديروش ملح نهائيا، خليو حتى الاخير وذوقوا ديك الساعه عاد ديروا باش تعرفوا قياسكم باش ما تمشيش تجيكم مالحه. بالنسبه للكريمه راه ما كتحتاجش ديروا لها الملحه، من غير الا ما كنتوش دايرين يعني من غير الا ما كنتوش دايرين الملحه في لي بات هذيك الساعه ديروا ملحه، اما الا كنتو دايرين الملحه في لي بات فراه ما تحتاجوش ديروا الكريمه. كتجي اصلا هي ملحه ولكن ماشي داك مالحه، كتجي زوينه كتجي رائعه. انا دابا غادي نسد عليها، غنغطيها بشي مغطى وغادي نخليها حتى توجد لي واحد 10 دقائق هكاك صافي، وكتطفيو عليها.